السلام عليكم. اليوم نروحوا نديروا جولة في منطقة الصابلات. هنا ندخلوا في المنطقة اللي راهي فيها أشغال تاع التهيئة، وهذه المنطقة اللي ما رحناش ليها راهي قيد الأشغال. هنا لاحظ انه هذه اخر منطقة تتم الاشغال فيها، واللي راح نصورها لاول مرة. نشوف ان الاشغال ما زالها ماشية. إذن هذه هي منطقة فيها أشغال ودائما وابدا قضيه هذا الاسمنت المطبوع، هذا البيطون امبريمي، راه جونا به، راه جونا تكرهنا منه، حتى يعني قضيه التنفيذ ليكزيكيسيون كما هنا نشوف رديئه جدا، رديئه باتم معنى الكلمه. يحوسوا يديروا نماذج فنية ولوحات فنية، لكن هيهات ثم هيهات، لا يعلمون لا يعرفون ما معنى الفن وما معنى الإتقان. والله عمل نتاع التهيئة بواسطة الإسمنت المطبوع هذا البيطون امبريمي كارثة كارثة. لاحظ هنا فيه يعني أنا بي يعني كثروا منه بزاف، حتى أصبوا اللايقي هذا البيطون امبريمي هذايا، وحتى الرسومات يعني اللي داروهم أشكال شيء مقرف يعيف. رغم انه التهيئه بصفه عامه تعتبر جيده، لكن ال هذا التغليف ريفيتمون سول هذا يعني عيان بزاف. والله الا عيان وعيانة معه، عيانة هذا البيطون امبريمي عيانة. هي الحقيقة أنا أأمل وأنا واثق من نفسي ومتفائل فيما يخص مستقبل تاع المارينا هذه. ممكن في بضع سنوات يتم تغليف إعادة التغليف تاع هذا المارينا بسيراميك جيد، إعادة التهيئة نتاعها مع الحفاظ على الشكل العام نتاعها والشكل نتاع الأرصفة والبوردير وكاع، ممكن الحفاظ عليهم، لكن لابد من تغيير هذا الغلاف، تغيير تاع البيطون امبريمي هذا. يعني ممكن يزيدوا يضيفوا غلاف اخر فوق
البيطون امبريمي هذا. وهنا نشوف انه فيه شكل معين يتم توظيفه في اشكال هندسية يتم توظيفها في المارينا، تمد ستيل اللي يظهر انه جيد. وشوف حالة الأشغال مستمرة. والملاحظ انه فيه غياب لطريق نتاع السيارات، لازم يكون فيه طريق نتاع السيارات لازم. إذن المنطقة هذه كلها راح يقيد الأشغال. رغم أني درت في الأسبوع الفائت هذا درت 4 فيديوهات عن مارينا هذه، من جهة ملهية من جهة الميناء عند الجزائر، لكن ما جيتش للمنطقة هذه، اللي نشوف كبيرة جدا.
المنطقة شاسعة جدا، منطقة شاسعة. وهذه المنطقة هنا للقيام بتمارين رياضية، هنا منطقة تاع تمارين رياضية. لاحظ في لازم تريق. إذن منطقة الأشغال هذه شاسعة كبيرة جدا، عرفة أكثر خدمة صور. إذن هذا هو وللعلم انه كل هذا الارضية هذه اللي فيها حوالي 80 الى 100 متر عرض كلها تم ردموها فوق مياه تاع البحر، اذا تم يعني بناؤها على حساب البحر، يعني الشاطئ تاع البحر نقصوا منه وتم ردم كل هذه المساحة فوق الشاطئ اللي باش يعني نوصلوا لهذه المساحة الشاسعة اذا التي رانا نشاهد الاشغال فيها مازالها ماشية، واللي الطول ديالها حوالي 1 كيلومتر. أنا أشوفك.
أعطاني إحداهم على بالي. اتجاه. نكتفي بهذا القدر وأترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.